Adana köprü başı, Adana köprü başı, otur saraya karşı, otur saraya karşı. Gel beraber gezelim, gel beraber gezelim, dosta düşmana karşı, dosta düşmana karşı. Çapayı çapayı, çapayı çapayı. شنو هاد السيدي شنو قول لي واش خاصهم اللي خدموا مفتاح لا ما خاصهم والو غير حيدوا عليا من هنا يلا يلا زيد 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 غير زيد يلا شوفي الفولار كي داير الشعر كاش كتسناه ماشي شغلك انت ما تدخلش فيا كيفاش انا راه خوك الكبير خاصك تحترميني وتحترمي راسك هاد الهضره غتوصل للوالي هو اللي كيعرف لك شنو قلق لي يا خلود؟ حتى حاجة؟ حتى حاجة؟ اش وقع معك كامل؟ اش غادي يكون وقع؟ وقت ما كتشوفيه كترتبكي وكتبان فرحة خارجة من قلبك ياك ولا لا؟ حتى حاجة ما كتفوتك كنزة قولي لي ما تكونيش تغرمتي به بصح؟ والله ما عرفت نقدر نكون تغرمت به حيت كل ليلة قبل ما ننعس كنفكر فيه وكنتمنى نشوفه ونكون معاه وقريبة منه ومن بعد كيطر علي النعاس وكنبغي نبكي تبكي وعلاش بسبب بابا وداك خويا حمزه الفضولي بابا كيف ما كان لحال كنتفاهم معاه واخا صعيب ولكن كيسمع خويا بزاف وانا ما كاين غير فين خلود صوبي القهوه خلود ما ديريش هاد الضحكه خلود خلود فين كنتي مع من هضرتي في المعمل انا عييت من هاد القهره ما بقيتش قادره وما بغيت حتى حد يتحكم فيا حتى انت ما تبقايش تدعي عليهم نديرها انا كتهضري من نيتك خلود ايه بصح غنديرها وكيفاش غادي ديري لها سهله غنتعرض ليه ونهدو بسلاح ونجرو من يديه ونديه لهذول ما تقوليش ليا فيروز فيروز اش نقولك عطي هاد الورقه لختك اتفقنا يلا كمال تقدر تصوب ديك الماكينه غير تهنى راسها وفيها الشاف دابا غادي تولي تخدم من داك الشيء رفيع مزيان تبارك الله عليك الشاف انا غادي نمشي نشوف واش الماكينه اللي لتحت فيها الزيت قال لك بغى يشوف الزيت واش في الماكينه هلا انا ما عارفش لاش باغي تبطل تحت لا الشاف راه غير يلا غير سير ماشي مشكل ولكن ما تطشطو بزاف
مزاغي يجي دابا. هنا الشاف يلا تربي راسك وصل.